السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. واش ممكن السيدة تحتفظ بالوصفة اللي فيها الخرقوم البلدي والعسل الحر وزيت اللوز الحلو؟ هذا سؤال اللي كيرجع بزاف وكيسولوه الكثير من السيدات. الوصفة الخرقوم اللي هي اللي تصفية بشرة الوجه وضد الكلف والبقع السوداء، واش يقدروا يحافظوا بها وفين يحافظوا عليها؟ نعم، فكنديروا في واحد البواطة ديال الكريم وكيمكن لها تبقى حتى 3 شهور 4 شهور. للمعلومة فشحال هادي في القديم كنهضر على فاش كان العسل بزاف، وخاصه في الحضارات الاغريقيه اش كانوا كيديروا؟ كانوا اللحم كيحافظوا عليه وسط العسل. اذا العسل، علاش قلت لكم انا هاد الهضره؟ العسل مضاد حيوي طبيعي، العسل ماده حافظه طبيعيه. اذا الا خلطتوا لي الخرقوم مع العسل الحر، مازال كنأكد ماشي ديال السكر، ماشي عسل اللي مشكوك فيه، عسل حر خارج من عند النحله، فكنديروا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون. نعاودها بالنسبه للاخوات اللي باغين الوصفه ديال التبييض بالخرقوم ديال الدكتور عماد. اذا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي مطحون او الخرقوم عالق مطحون او الكركم مطحون، كنزيدوا عليها 3 معالق كبار ديال العسل الحر، وكنزيدوا معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو. كنخلطوا هذا الخليط في حمام مريم حتى كيذوب ويتخلط يولي خليط متجانس، وكنديروها في ديك البواطه اللي قلت لكم اللي عندكم في الدار ديال شي كريم قديم، ولا هذيك كتكونوا غسلتوها وكديروا فيها هذه الخلطه. الخلطه كتبقى لكم حتى 3 شهور، ولكن راه ما غتوصلش 3 شهور، لان ملي غادي تستعملوها تعطيكم النتيجه راه شهرين غادي تساليوها. اذا ضروري خصكم تجددوا الوصفه. نونا من تطوان كتسولنا على وصفه ازاله الشعر من الجسم من غير الوصفه اللي فيها زريعه الحريقه. لا لغير انها ما لقاتش قالت لك هاد زريعه الحريقه في تطوان. نعم، اذا ندير وصفه اخرى. فاحنا كنقولوا للصيدليات وشبه الصيدليات بتطوان جيبوا للسيدات الزيت الطبيعيه الحريقه، واذا باش ممكن نعوضوها. فغادي ناخذوا القرقع، ولكن القرقع غادي ناخذوه صاين. اذا جوج قرقعات صاينين، كنزيدوا عليهم زيت الخزامه، زيت السالميه. اذا دوك جوج قرقعات اش كنديروا لهم؟ كندقوهم مزيان حتى كيتدقوا كاملين كيوليو غبره، وكنغرب لهم في الغربه الرقيق. كنزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال زيت الخزامه، 3 المعالق كبار ديال زيت السالميه. اذا القشره ديال القرقع شنو كدير؟ كتخفف لينا من 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 الشعر. زيت الخزامه كتحفز الدوره الدمويه في ديك البلاصه، وزيت السالميه هي عندها مفعول هرموني خفيف اللي كتمشي كذلك حتى بالنسبه للاخوات اللي عندهم هذا المشكل الهرموني، فكتخفف لهم من دوك الهرمونات باش ما ياثروش على المستوى ديال البشره ديالنا. اذا القرقع قلنا جوج قرقعات صاينين كندقوهم كنغربلهم في الغربه الرقيق ديال الحنه، زيت الخزامه معلقه كبيره، زيت السالميه 3 ديال المعالق كبار. اذا كنخلطوا هذا الشيء كامل، كنحطوه في حمام مريم حتى كيسخن واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد هذا الخليط مورا ما كنديروا الازاله، وكنديروا لها كما وريتكم كنديروا الازاله، كنبردوا ديك البلاصه بشي حاجه اللي تكون بارده شويه، كندهنوا الزيت ديال الورد باش الدوره الدمويه كترجع للحاله الطبيعيه ديالها. منين كترتاح في الليل كندهنوا هذا الخليط هذا وكنباتوا به، كنبقاو مداومين عليه نهار ايه نهار لا، مده ديال 3 شهور. وهكا مع الوقت كيولي كيخفف الشعر، وتدريجيا كيولي كينقص داك الحده ديالو، ومع الوقت ما كيبقاش كيطلع بزاف. غادي نعاودوا نقدموا الوصفه ديالك دكتور عماد لتساقط الشعر والشعر المتقصف. ليلى منار دائما على الفيسبوك كتشكر كثير على الوصفه الاندونيسيه الناجحه، جربتها وعطتها نتيجه، والكثير من السيدات اللي كيطلبوا من هذه الوصفه، فيا ريت نعاودوا نقدموا الوصفه الاندونيسيه الرائعه لجمال الشعر. بالنسبه لتساقط الشعر عندنا واحد الخلطه جربوها السيدات وعطتهم نتيجه وشهدوا فيها وعاودوا، فيها زيت العود يعني زيت الزيتون اللي ما تكونش مالحه، وفيها الفلفله خضراء. نعم، فنعاود الوصفه. الوصفه اللي ولات متداوله بزاف في الانترنت، واللي خذا الوصفه يبلغ هاد الجوج ديال التوثيقات. فغادي ناخذ جوج فلفلات حلوين،
كنحكوهم كنزيدو عليهم كاس صغير غير عافاكم كما كنعطيكم الوصفه ديروها. الله يجازيكم بخير. علاش؟ حيت وليت كنلقى كنلقى بعض الاغلاط كدار والوصفه كيقول لك هذه الوصفه هذه ما صدقاتش. انا نعطيكم شنو هما الاغلاط. لا دابا الوصفه ملي كتكون مزيانه ما كيديروش راه ديال الدكتور عماد وما كيشلضوا. عاد كيكتبوا سميتك ياك البوز وما لا تعرف ما لا تعرفوا على الدكتور عماد الخطا الفاديه ديال الدكتور عماد. فهانتوما كناخذوا الفلفله جوج فلفلات متوسطين خضرين خضرين حلوين كنحكوهم كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون وكديروهم في حمام مريم 15 دقيقه حتى كيسخن هذا الخليط كتخليوه حتى ثلاثه ديال السوايع. ولكن فين كاين العمليه هنا؟ انكم هذاك الخليط كتصفيوه بالزيف ديال حياتي. دابا كاين بعض الاخوات اش كدير؟ كتخلي الوصفه هكاك حتى كتخمر وكتولي كديرها في شعرها كدير لها المشكل. كاين الاخوات اللي ما كيصفيوهاش بالزيف ديال حياتي كما قلت لكم، اشنو كيوقع؟ كيصفيوها بالصفايه العاديه وكتبقى الماء مخلط مع الزيت وكيعطيهم كيعطيهم كيعطيهم تاثير على البشره ديال على الشعر ديالهم. فالوصفه الا ما صفيتوهاش بالزيف ديال حياتي، إذن علاش الزيف ديال حياتي؟ كاينين واحد 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 الثقوب في الزيف اللي ما كنشوفوهمش. هادوك دوك الثقوب كيخرجوا لينا غير الكابسيسين اللي مخلطه لنا بالزيت والزيت. اذا حتى كتصفيوها مزيان ومن بعد كنشقوا بها الشعر ديالنا ساعه، كندهنوا على الجلده ديال شعرنا وشعرنا ونخليوها ساعه وكنغسلوها جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. وهكا الوصفه غادي تكون امنه والوصفه في الشهر الاول ان شاء الله غتعطيكم النتيجه. والوصفه كنعاود ناكد انها عطات نتيجه روعه للسيدات اللي كان كيطيح لهم الشعر بكثره وما بقاش كيطيح لهم. فليلى منار، جوابا على السؤال ديالك وجوابا على كل الاسئله اللي في نفس الاطار، جربوا هذه الوصفه. راه هذه كترمم حتى الشعر المتقصف لانها كتغذي الاطراف ديالو، فتا الشعر ما كيبقاش مقطع. نعم. ما كيبقاوش دوك لي فوش في الاطراف ديال الشعر. احنا مواصلين معكم دائما على راديو اصوات في حديث ومغزل. احنا ديما معاكم وانتم معانا. بالنسبه للشعر عطينا هذه الوصفه، اذا جربوها كناكدوا على الفعاليه ديالها. ليلى كذلك تسولك على طريقه تحضير زيت الياسمين، بغات تستعملوه في الوصفه ديال تشقق الاقدام. هذه ايضا وصفه اللي كيطلبوها منا الكثير من السيدات، تشقق الاقدام ما لقاتوش. قالت لك مع ليلى غادي تعطيها ايضا بديل لهذا الزيت باش تستعملوه في هذه الوصفه. نعم. زيت الياسمين كنعرف لانه غالبا انت كتفضل الزيوت ما نصوبهمش في الدار. لا اكيد، لانه كتخاف النتيجه ما تكونش مضبوطه في الحقيقه. تكونش مضبوطه وخاصه ماشي حيت السيده ما غاديش تقدر. نعم. غتقدر، ولكن واش عندك لالا شي حاجه اللي غتضمن لك النتيجه تكون فيها فعاليه؟ ما نقدروش زعما حنا ناكدوا لك هذه المساله. فبغيتي تتفاداي هذا الشيء ممكن تحصلي على الزيوت الطبيعيه اللي هي اليوم متوفره باثمنه جد مناسبه في الصيدليات وشبه الصيدليات. وراه دوك القراعي ديال الزيوت راها كطول، يعني كتستعمل حيت واحد المساله مده طويله. نعم. واحد المساله اختي سناء، دابا الا خدينا الزيت طبيعي 100%، الا خدينا الزيت يعني ما مغشوش، فما غنحتاجوش نديرو منه ثلاثه ديال المعالق كبار ولا اربعه باش ندهنوا على البشره ديالنا ولا باش نستعملوه. الا خدينا غير قريصه وحده كما كيقولوا بالفرنسيه بتيت نوازيت، يعني كنديروا قريصه وحده صغيره في اليد ديالنا كافيه انها تغذي لينا البشره مثلا ديال اليد، او مثلا كافيه باش ندهنوا يدينا بجوج وندهنوا على الشعر ديالنا، فكافيه باش جميع المواد كتوصل. فين كيولي عندنا هذا المشكل؟ منين كتكون الزيت مغشوشه. شنو كنعني الزيت مغشوشه؟ كاين بعض الاخوان الله يسمح لهم كاينو دوك ياخذوا مثلا الويل دو بارافين، الويل دو بارافين اللي ما كطيح حتى ب 20 درهم لتر ولا 30 درهم، كياخذوها وكيقطروا فيها هادشي. لا هو بغى يدير شي حاجه مزيانه زعما، كياخذها وكيقطر فيها الروح ديال اي حاجه بغينا. مثلا كياخذ الويل دو بارافين وكيقطر فيها الروح ديال الزعتر، اذا كيقول لك شنو كتولي؟ كتولي ريحه الزعتر، كيقول لك هذه راه زيت الزعتر. فهاد الامور هذه هي اللي مغلوطه. حنا خصنا نخدموا عقلنا. الا جينا حنا غادي ناخذوا زيت ب 10 دراهم ولا ب 5 دراهم ولا ب 6 دراهم ما ناخذوش حنا هاد الزيت نهائيا. خذوا الزيت ديال نوار الشمس اللي عندكم في الدار واستعملوها، احسن لي انا من انكم تستعملوا هاد الزيوت هذه، لان بعد هذيك راه كوميستيبل، راه كتكال وراه مراقبه وبزاف ديال الحوايج. اما باش نمشي ناخذ قرعه ديال الزيت بواحد الثمن رخيص اللي ما مخلصه حتى لومبالاج ديالها، فهنا خصني نخدم عقلي.
إذن هاد الأمور دول البال. إذن هاد الزيوت هذه ملي كندهنوها، إذن مازال نزيد نأكد لكم كيفاش كنعرفوا الزيوت المزيانة. الزيوت المزيانة خصها تكون ثقيلة شوية، ماشي بزاف، ولكن تكون كنقولوا حنا خاطرة، اللي ثقيلة فيهم بزاف هي زيت الخروع. كناخذوا شوية كندهنوه على اليد ديالنا غير شوية، وكنشوفوا واش ديك الزيت تشربات ولا ما تشربات. ديك الساعة كنشوفوا ديك الزيت واش البشرة ديالنا بقات مرتاحة ولا ما مرتاحاش من درناها. كنشوفوا ديك الزيت واش ما كنحسوش بواحد الزيت او بديك داك الدسم بقى لاصق لينا في اليد ديالنا واحد المدة طويلة. ورابع حاجة ان ديك الزيت من هنا ما خصهاش تعطينا الحساسية. اختي انا كنصحك تاخذي الزيت الياسمين من الصيدليات، شي بالصيدليات ما لقيتيهاش بدليها بزيت الارز، كذلك حتى هي فيها مواد مضادة للبكتيريا ومواد اللي كتجمع التشققات. ما عوضيها بزيت اللوز الحلو، عوضيها بزيت لافوكا، عوضيها بزيت الكوكو. إذن هادو كلهم زيوت اللي كتدخل دوك الشقوق ديال البشرة ديالنا وكتخيطها، احنا ما كنشوفوش ولكن كتخيط فعلا، وكتعود ترد النضارة ديال ديك البشرة اللي كتكون لا في اليدين ولا في الأقدام ولا كذلك في بعض المناطق في الجسم ديالنا اللي كيكون فيها تشققات. ذلك المستمعات سميرة كتقول لك دكتور عماد شنو تعطيها شي زيت اللي تنقص ليها من الأرداف يعني على مستوى ليونش، واش واخا تدهنها وتلبس الملابس ديالها واش بحال هاد الزيوت كيكون عندها واحد النتيجة؟ نعم ماشي مشكل. إذن غادي نعطيوها زيت اللي يمكن لها تلبسها واللي يمكن لها تحرك بها في اليوم. إذن زيت البرتقال، زيت اليزير، وزيت الذرة، إذن زيت البرتقال، زيت اليزير، وزيت الذرة. إذن زيت البرتقال وزيت اليزير كيتعتبروا دي دغينوغ، يعني كيعاونوا على عملية حرق الدهون. وزيت الذره كنديروها باش كنخليوها تغدي لينا ديك البشره ديالنا، لان لي دغينوغ واخا هكاك ملي كنديروهم على البشره ديالنا مباشره كيعطيو واحد شويه ديال يعني بحال كينشفوا شويه البشره، ما كنشوفوش حنا هادشي، ولكن حنا باش كتكون الوصفه متكامله وكتعطينا كتكون وصفه امنه ضروري كنديروا واحد التركيبه باش ما كضرنيناش البشره ديالنا. اذا زيت البرتقال معلقه كبيره، زيت اليزير جوج معالق كبار، وزيت الذرة ثلاثة ديال المعالق كبار. وعافاك حافظوا على المقادير، ديما المقادير اللي نعطيكم حافظوا عليهم، لأن هذه هي التركيبة. نقصنا معلقة زدنا معلقة مشات الوصفة كاملة، ما بقاش الوصفة ديال الدكتور عماد. إذا معلقة كبيرة ديال زيت البرتقال، جوج معالق كبار ديال زيت اليزير، وثلاثة ديال المعالق كبار ديال زيت الذرة. هادشي كامل غتخلطوه، غديروا به مساج في المناطق اللي بغيتوا تنقصوا منها، مساج ديال 10 ديال الدقائق. تخليوا هذاك الخليط حتى يتمتص في البشره، ديك الساعه لبسوا حوايجكم وخرجوا ما كاينش مشكل، ويمكن له يبقى في الدات. بغيتوا تغسلوا مورا هذا المساج ماشي مشكل، بغيتوا ما تغسلوش فهاد الزيوت هذه غتعطيكم الا الفائده للبشره ديالكم. اذا هذه وصفه صالحه لكل السيدات اللي عندهم سمنه وزياده في الوزن المتمركزه في بعض المناطق من الجسم، وبغاو يحرقوا الدهون على مستوى البطن، على مستوى الارداف، على مستوى الفخذين، هذه غتصلح لهم مزيانه. ايمان كتسول لك دكتور عماد وكتسولنا على وصفه ديال الحساسيه، الأم ديالها كتعاني من الحساسية والابنة ديالها عندها الحبوب في وجهها. نعم. فالكل الشباب اللي عندهم مشكل ديال الحبوب في الوجه شنو الوصفة الملائمة، والناس اللي عندهم مشكل ديال الحساسية؟ أكيد. فبالنسبة للحبوب، إذا الوصفة ديال الحبوب وكاع الناس اللي عندهم الحبوب في البشرة ديالهم اللي ما عندوش علاقة بالحساسية، فكناخذوا زيت الخروع، زيت الزعتر، وزيت الورد. بزاف د الاخوات سولوني قال لك زيت الخروع اللي درناه للبشره ديالنا غادي ينوض الشعر، علاش هما كيمشيو بان الخروع كنديروه للشعر كيتقوى وكيتغدى، فهذه ما عندها علاقه. زيت الخروع ملي كنديروه للشعر حنا كنعالجوا الجلده ديال الشعر وكنعالجوا الجدر ديال الشعر، هو اللي كيعطينا ديك النضاره، هو اللي كيقوي لنا الشعر. اما الا درنا زيت الخروع على البشره ديالنا فهنا ما عندها علاقه، لان البشره ديال الوجه ماشي هي الجلده ديال الشعر. اذا زيت الخروع كناخذوا معلقه كبيره، زيت الزعتر كناخذوا جوج معالق كبار، ومعلقه صغيره ديال زيت الورد. هادشي كامل كنخلطوه، ولكن دائما الاستعمال ديالو كندفيه واحد شويه هاد الخليط في حمام مريم، وكنديروا القطن وكنمسحوا به غير دوك البلايص اللي عندنا فيهم الحبوب، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها يوميا كل ليله،
ومن بعد إذن يوميا كل ليلة وكان داوموا عليها مدة ديال 3 شهور. هذا بالنسبة للحبوب عادي، أي واحد عنده الحبوب في وجهه ما عنده علاقة بالحساسية. ملي كتكون عندنا الحساسية كنديروا زيت الخروع معلقة كبيرة وزيت الزعتر جوج معلقة كبار وزيت الورد معلقة صغيرة، ولكن ضروري كنزيدوا لهم واحد جوج معلقة كبار ديال زيت البابونج. إذن زيت البابونج اللي هو مضاد حساسية فعال للبشرة ديالنا كنخلطوه معهم وكنديروا نفس العملية، كندفيو شوية الخليط في حمام مريم وكناخذوا القطن كندوزوا على البلايص اللي عندنا فيهم الحبوب اللي عندنا فيهم حمرار كنخليوه ساعة وكنوصلوه يوميا مدة مدة ديال 3 شهور كذلك. من مراكش معنا فاطمة الزهراء، صباح النور. اختي سناء مرحبا بك فاطمة الزهراء. عواشر مبروك يا اختي سناء. شكرا الله يبارك فيك. سناء كي دايره البنيه لاباس عليها؟ انا راه كنسمعك على من اصوات الله العظيم اللي دار كبير حجيران ورشيد الادريسي، وانا كنتصل بكم ديك 70 ساعه وانا كنتصل مرحبا بك في كل وقت على راديو اصوات. كي داير خويا عماد؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. صوتكم علينا خويا وديما اصوات. الله يبارك فيك. فاطمة الزهراء غادي ناخذ سؤالك باش ناخذ الاسئله الاخرى لمستمعاتنا. مرحبا. بغيت اختي شي وصفه فعاله اللي غير تحت العين الله يستر عليك وفي الجبهه. اها اذا عندك شي زيت لازاله البطن. اييه يلا هضرنا عليها. سمعتي الوصفه اللي قدم دكتور عماد؟ قال لي هذاك الاخ اللي في استقبال في الراديو انا نطفيه. باش لا باش تهضري معنا. علاش كنقولوا للناس غير باش نتفاهموا؟ حيت السيده ملي كدوز معنا في التليفون الا كان الراديو مطلوق مجهد حداها كيتسمع صوتها جوج المرات كيتعاود. داكشي علاش كنطلبوا منكم تنقصوا الراديو، ماشي تطفيوه تنقصوه، على ما تدوزي معنا في المباشر ومن بعد عاوتاني كملي البرنامج ديالك. فاحنا واخا هادو هما جوج الاسئله. الله يستر عليك، عندي الوليد عنده 12 سنه وكيرعس ليا. واخا هذا السؤال الثالث. واخا الله يستر عليك اختي سناء ونهاركم مبروك. الله يبارك فيك حنا وياك. يا مرحبا ديالي، ممكن نسمعكم من الراديو دروك نشعلو اختي؟ أيه. نسولك واش الدري كيرعف واش كيرعف غير مؤقتا ولا ديما فيه الرعاف؟ لا يا مؤقتا اخويا عماد. مثلا مثلا في هذاك النزيف قالوا لي ديري ليه الخل، قلت نستشر معاك. الخل شنو غيدير الخل؟ قالوا لي اقطري ليه الخل في المنخر، قلت نستشر معاك ما بغيت ندير ليه حتى شي حاجه. شكرا على الاستشاره، وهكا نبغيك اختي وهكا نبغيك اخوات كاملين. مع خويا الوصفات ديالك والله العظيم، وانت هذيك الزيت اللي هضرتي عليها ديال السلسله والله العظيم انا دايرها وكنتبعها لبنياتي، وحده عندها 8 سنين وحده عندها 6 سنين. نعم نعم. وهانتي شوف بالنسبه للوصفه ديال التجاعيد، اذا الوصفه ديال التجاعيد كناخذوا فيها الطين الاخضر، دقيق، القمح، ماء الورد. ماء الورد كذلك نشريوه من الصيدليات وشي بالصيدليات، ولكن واحد الماء ديال الورد كياخذوا فيه كينه ديال خمسه ديال كيجيبوا كينه وكيديروها في 10 لتر ديال الماء، فهذاك ما كنهضروش عليه. اذا الماء الورد اللي كناخذوه من الصيدليات وشي بالصيدليات، اذا الطين الاخضر جوج معالق كبار، دقيق القمح معلقه كبيره، ماء الورد كناخذوا منه سته ديال المعالق كبار، كنخلطوا هذا الخليط هذا حتى كيعطينا واحد الماسك. هذاك الماسك كندهنوه حول العين ماشي مشكل، وكندهنوا به البشره ديالنا كنخليوه نص ساعه وكنوصلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع فقط، ما نزيدوش المره الثالثه لان باش كنحافظوا على المرونه ديال البشره. جوج المرات في الاسبوع مده ديال شهرين صافي وكنحبسوا هذا الماسك هذا. اذا بالنسبه للزيوت لازاله البطن غادي نعاودوها من بعد. معنا من سلا رشيده، صباح النور رشيده. رشيده صباح الخير. معنا فاطمة من مراكش. السلام عليكم فاطمة. ألو. السلام عليكم. صباح الخير. مرحبا بك معنا على راديو أسود. لاباس؟ الحمد لله فاطمة، الله يبارك فيك. الدكتور عماد. الحمد لله كنسلموا عليك، مرحبا بسؤالك فاطمة تفضلي. عندي شي أسئلة عافاك، بغيت نسول الدكتور عماد. أنا كندير نسخة ديال الخرطوم زوينة بزاف عجباتني. لدرجة أني ما كنتش كنقدر نخرج للزنقة. نعم. وبغيت نعرف شنو نزيد معاها باش تحيد ليا الحبوب. انا في عمر 31 ولكن لا كاينه ليا الحبوب. شحال هذه انت كتستعملي الوصفه؟ انا بديت كنستعملها مزيانه نفعاتني بعدا بزاف. عطيني الوقت، الوقت شحال وانت كتستعمليها؟ لا يلاه بديتها. شحال هذه تقريبا؟ عطيني وقت، مده. ما كنحسبش ولكن مهم درت جوج ديال المرات. جوج المرات، اذا كملي. انا قلت 3 شهور، فاذا كملتي 3 شهور هانتي. انا كملت الخليط الاول او الخليط الثاني الاخر. ودابا سمعيني اختي، سمعيني دابا انا غادي نقول لك، دابا انا غادي نعطيك الوصفه ياك.
خليك في الاستماع، سمعيني مزيان باش نشرح لك، حيت باش تعرفي شنو هي الفائده ديالها. دابا انت يلاه استعملتيها جوج مرات، خصك تستعمليها مده ديال 3 شهور، وعلى الاقل نستعملوها الشهر الاولاني. اذا في الشهر الاولاني شنو كدير لك دابا البشره ديالك؟ دابا الوصفه غدا خدامه، كتحيد شويه بشويه، كندوزو للطبيعه كيتحيدوا، كيبداو كينقصوا من الطبيعه. شنو كدوز؟ كدوز البشره ديالك كتولي كترمم فيها، لان الا تحيدوا لينا البقع، شنو معنات البقع تحيدوا؟ معناتها ان ديك البشره اللي كانت عندنا كتعطينا الوقايه بدات كترجع. اذا ملي غترجع البشره ديالنا من موراها حتى الحبوب كيبدا يحيد، لان هذه الوصفه مالها؟ هذه الوصفه مرممه للبشره، اذا واخا مبيضه ولكن كتحيد حتى الحبوب. انا ما بغيتش نكثر عليك قوه الوصفات، انا بغيتك هذه الوصفه تتبعيها وتكملي عليها، فمنها غادي تحيد لك الحبوب ومنها غتصفي لك وجهك. شنو باش ممكن تزيد الوصفه الاخرى ولا ما تزيد دابا حتى شي حاجه؟ نبداو ما غير على هذه الوصفه. هذه الوصفه غادي تعاونها ان شاء الله وغتحيد لها الحبيبات والوجه ديالها غادي يصفى ان شاء الله. خليك مداومه عليها وحسبي 3 شهور. حاولي تفكري فوقاش بديتي باش تسجلي في شي بلاصه هاد التاريخ وتداومي عليها 3 شهور. الوصفه الخرقوم شحال مره كتستعملها السيده في الاسبوع؟ نعم، من جوج المرات حتى لثلاثة. كانوا عندنا البقع خفاف كنديروها جوج المرات، البقع داكنة والبقع قديمة ثلاثة ديال المرات في الأسبوع. واخا عندك سؤال آخر فاطمة؟ مرحبا، باش ناخذوا ليلى وناخذوا كذلك حنان. مرحبا. واحد الكريم كان عطاه الدكتور عماد حتى هو عجبني، ديال الكلف والتجاعيد وترميم البشرة، فيه زيت اللوز الحلو وزيت الكامون وزيت الورد وزيت الكاريتي. واش يمكن إلا حيدت هاد الوصفة ديال الخرقوم ندير هادي ونبات بها ولا لا؟ معلوم، هذاك الكريم هذا كيتسمى كريم، هذا كريم مرطب، يمكن لك ديريه في النهار يمكن لك ديريه في الليل، ما كاينش مشكل. واش ممكن مع هذا الكريم تخالف نهار دير الوصفه الخرقوم نهار دير الكريم؟ حيت هذا كريم مغذي. اذا مورا ما ديري الوصفه ديالك ديري هذا الكريم غادي يغذي لك، بالعكس غادي يزيد يعاونك. اي ما ديرا كان ممكن تعطينا كيفاش نصاوبوا مع ورد في الدار؟ انا عندي دوك الوريدات في الغوص. نعم. اذا كان ممكن كيفاش نصاوبوا في الدار؟ نعم. فما ورد كيفاش كيتصايب في الدار؟ كيتصايب بالطريقه التقليديه، اذا كما كان كيتقطر الزهر وكيتقطر الورد، اذا لا لومبيك واحد ديك القطاره اللي كتكون خاصه اللي كتصايب في الدار. اي واحد كيصايب هذا الشيء، هذا الشيء ديال الواني كيصايب هذا الشيء ديال شوف اي مدينه قديمه راه فيها واحد كيمكلف بهاد القطارات هادو كيصايبهم للكوكوطات، كيتكراو ولا كاين اللي مثلا كيصايبهم. فهو ملي غتمشي عنده غادي يوريك الطريقه ديال الاستعمال كيفاش تقطري هاد الورد، لان كل قطاره والطريقه ديالها، شحال خصها ديال الورد، شحال خصها ديال الكميه، كيفاش خصها تصايب. فمنين تمشي تكريها ولا تمشي تاخذيها فهو غادي يوريك الطريقه كيفاش اختي. ما لقيتيش يعني ما قديتيش وجاك داك الشيء ثقيل، فالصيدليات او شبه الصيدليات كناخذوا من الورد، لانه هو ستاندغيزي، يعني ذاك الورد مراقب ودايز فدايز يعني في التحليلات، فهذاك هو اللي غيصلح للبشره ديالكم. علاش انا كنقول لكم هذه الهضره؟ حيت كاينين ذاك الورد اللي كيكون قليل الثمن، وذاك الورد اللي ما كيكونش صحي، والغالب في الامر انه كيدار العينين. راه اللي انا اللي كيمرضني هو هذه المساله هذه، انه كيدار العينين وكيقدر يعطينا حساسيه. غادي ناخذوا ليلى معنا من الدار البيضاء. صباح النور ليلى. الو، بقات لينا دقيقة باش نعملوا القرعة ونتصلوا بمستمعة ليلى. غادي ناخذوا سؤالك. صباح النور. صباح الخير، كيف دايرين؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يحفظكم بما حفظه الذكر الحكيم. امين يا رب العالمين. الله يخليك. بغيت غير نقول للدكتور عماد، هذيك زريعة الحريقة قلبت على درب السلطان كامل ولقيتها اوغوزمون وصايبتها، غير هي واش نصفيها ولا لا؟ تبقى في الزيت ديالها، تبقى في الزيت ديالها. تبقى في الزيت ديالها. اي دابا بالنسبة للأخوات كيسمعونا كيقول لك كيفاش زريعة الحريقة. إذا زريعة الحريقة هذه وصفة ديال الدكتور عماد لتقليل من الشعر، وصفة الدكتور عماد اللي كنقصوا منها من الكمية ديال الشعر. معلقة كبيرة ديال زريعة الحريقة الحرشة، كاس صغير ديال زيت الزيتون، هذه هي لاباز. كيمكننا نزيدوا جوج شعيرات ديال الزعفران الحر، كيمكننا نزيدوا معلقة صغيرة ديال زيت الزعتر ولا زيت اللوز الحلو أو زيت البرتقال، كنديرهم في حمام ريم 15 دقيقة حتى كيسخنوا، وكنخليو هذا الخليط هذا، هذا الخليط من ورا ما كنديروا إزالة الشعر، وكنبردوا المنطقة وكندهنوا الزيت ديال الورد، كنديروا مساج بهذا الخليط بهذوك الحبوب ديال زريعة الحريقة الحرشة، كتاخذيهم بالزيت ديالهم، وكديري مساج في ذوك الأماكن اللي بغيتي تنقصي منهم الشعر، كنخليوه مدة ديال ساعة، ومن بعد كنغسلوه. إذا وكنداوموا على هذه العملية نهارية نهار لا، مدة ديال 3 شهور. معنا حنان من تفقنا ليلى، ياكل الفكره واضحه. معنا حنان من اكادير. الصباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم. اللهم لك الحمد حنان. المهم غندخل في الموضوع حيت قلتي الوقت ما بقاش. انا عندي نفس المشكل اللي عند الاخت اللي عيطت قبل على الوصفه ديال الخرقوم. انا درتها
ولكن ما عطاتنيش حتى النتيجه. المهم انا تبعت الطريقه وكل شيء، ولكن كيما قال خصينا حيت درت تقريبا شهر حيت عندي طبيع قدام وكحلين. عسل الحر اش معسل درتي اختي؟ نعم اش معسل درتي؟ العسل الحر اللي عندي. العسل الحر نعم. خرقم بلدي طحنتي على يدك؟ على شحال درت؟ طحنتي على واخا قولي لي الوصفه كيفاش شنو هما المقادير اللي درتي؟ معلقه صغيره ديال الزيت اللوز الحلو، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وثلاثه المعالق ديال العسل الحر، ودرتها في حمام مريم، ودرتها في سميتو، ودرتها كنديرها نهار ثلاثه المرات في الاسبوع كما قلتي حيت عندي مشكل ديال وجهي فيه الطبيع. نعم شحال كتخليها في وجهك؟ 45 دقيقه. نعم وشحال استعملتيها؟ شحال استعملتيها في الاسبوع؟ قلتي لي الا كانوا الطبيعه كثر كتديريها ثلاثه المرات في الاسبوع. انا داومت دابا على مده شهر ولكن واخا هكاك ما عطاتنيش النتيجه كما سميتو. المهم انا كما قلتي نزيد باقي نتبعها. تزيدي شهرين اخرى وتقدري توصلي حتى لاربع شهور حتى لخمس شهور لان البقع قديمه عندك. اكيد لان كاين حالات خاصه، دابا حنا كنهضروا في العاميه ولكن بعض المرات كتكون واحد البشره خاصه ما كتبغيش تجاوب معنا ديك الساعه، غير هو خصك تعطيها شويه ديال المده وان شاء الله غادي تعطيك نتيجه، صافي؟ اذا يمكن لك تمشي بهذه الوصفه هذه حتى لخمس شهور، لان البشره باش تجاوب معنا خصنا نزيدوها واحد شويه ديال الوقت. وما يكون غير الخير غير شويه ديال الصبر. حنان راه الوصفه الطبيعيه كتطلب من السيده تداوم عليها وتطلع كتطلب يعني كتطلب شويه ديال الوقت لانه الامور اللي كتكون تكونات عندنا سنين ما يمكنش نحيدوها في شهر او في شهرين. فتحيه كبيره ليك ولكل من كيتابعنا باكادير. وقبل ما نختموا دكتور عماد، التجاعيد حول العينين وفي الوجه نعم شنو تستعمل السيده؟ زيت اللوز الحلو وزيت الشاي، اذا نخلطوا معلقه كبيره ديال زيت الشاي وزيت اللوز الحلو وكندهنوها بمساج كل ليله حول العين ديالنا وكنبقاو مداومين عليها دائما. زيت الشاي الاخضر. زيت الشاي الاخضر نعم. وزيت اللوز الحلو. معلقه كبيره من كل حاجه. هذه وصفه جديده ضد التجاعيد وان شاء الله هلاله غادي نقصوا هذه التجاعيد اللي مداوموا عليها حتى هي ثلاث شهور. شكرا دكتور عماد.